السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، من صحافتور خويا. اليوم اخر رمضان، اليوم في رمضان يا خويا. واش نقول لكم، دائما احنا في حنا في لندن، صح فطوركم وغير في الليل، وغير في الليل خويا. علاش الليل؟ نهار سخانه، نهار سخانه والخدمه في النهار، كل واحد والخدمه تاعو. واش نقول لك صالح، اليوم موضوع الرياضه ان شاء الله نتكلموا عليه. نقول لكم بالنسبه صح عيدكم خوتنا تاع الجزائر كومبلي من 48 ولايه. نحكوا على موضوع جيدو خويا صالح، ونحكوا على الريزلطات تاع الاولمبيك. ما كان حتى ريزلطا من غير في جميع الرياضات، في جميع الرياضات كاين غير مخلوفي. ما نهضروش في الجريان، الحمد لله جاب ميداليه ذهبيه للجزائر. بالخصوص صالح، انا كما يقول لك اسمي بن احمد محمد لامين، رياضي. بديت رياضه الجيدو في الجيسياش في الحراش، معروفه احسن مدرسه في افريقيا وفي العرب بالنسبه في الجزائر. هما بني خلفه، وكما يقول لك جينيراسيون ديالي بو يعقوب البصاري تاع فرنسا، واسمو كاع رويبط كبير عليا انا، رويبط كريم. كاين خاوتنا بزاف، كاين قندوز، كاين ات يوسف، معروفين. حنا كنا رياضيين كما يقول لك، معرفه خاوه فاميليا عائله فاميليا. سيرتو رياضه الجيدو، ما كاش اللي تخرجوا سوفاج، ما كاش يتخرجوا مافيا، ما كاش يتخرجوا عريان، تخرج غير ولاد فاميليا وعاقلين خويا صالح. الله يبارك. بالمناسبه انت عندك بطل الجزائر، بطل الجزائر صالح، بطل عسكري. شحال مرة بطل الجزائر؟ بطل الجزائر 5 مرات صالح. الله يبارك. بطل عسكري، كما يقول لك صالح خويا، معروف على الساحة الرياضية هذه للجيدو. ومدرسة الحراش خرجت ديزاتلات كبار. الله يبارك. مدرسة كيقول لك مدرسة، واللي دخل الجيدو للجزائر رحمه الله سعيد المزابي، هو معروف اللي دخل الجيدو للجزائر سعيد المزابي صالح. ومدرسة الحراش خرجت رياضيين، خرجت رياضيين. وبالنسبه لكلاسه في شامبيون اولمبيك 2008 صالح، في 2008 مين تخرج؟ بني خلف عمامر، مدرسه الحراش، خرج مدرسه الحراش وشخص متواضع. انا عمامر شغل خويا، وخويا لله هو ابو يعقوب، كل الناس خاوتي في رياضه الجيدو. الله يبارك. الله يبارك. بصح كاين الحقره بزاف في الجيدو، وكاين بزاف حقره في الرياضيات المصارعه صالح، رياضيات انديفيديه كيش يقول لك، الرياضات الفرديه، الرياضات الفرديه صالح خويا بالعربيه، فيها المصارعه محقوره بزاف. حنايا في الجزائر وزير الشباب والرياضه ولا اللي مسكلفين بالرياضه صالح، مسكلفين غير بالفوتبال، والفوتبال هذا ما جاب حتى نتيجه صالح. والو صح، هي الرياضات الفرديه اللي تجيب نتيجه، ما جابها. دوك انت صالح خويا يروح يرونطريني يقتل، يروح من الخدمه مسكين، من بعد من الخدمه يكمل الخدمه على 5 ولا 4 صالح، يرفد كابتو يروح يرونطريني، الكور كاع يخدم صالح، يوصل عيان كي يكمل لي زونطرينمون يطلع للدار، ما كاين ني طونسبور ني والو، يطلع للدار عيان ميت، يلقى العدس يزيد المرافق الرياضيه، المرافق الرياضيه كدا. ما كاش مرافق رياضيه في الجزائر. هنا صالح في لندن رحت انفيتي انا، هنا نيفو مستوى والو زيرو، لكن القاعات الرياضيه صح، قاعات الرياضيه. ومن طرح تجد قاعات رياضيه اخويا صالح مفتوحه للجميع، مفتوحه للجميع، مفتوحه لكل الاشخاص. بالنسبه كاين الناس في الجزائر كيما يقول لك هبلوا على جال رياضه الجيدو هذه، بالنسبه لحاكم حركات هبل. علاش اخويا مين هبلوا؟ هما باينين شكون اللي بريز من وقت لبيب، نهار كان بريزيدون لبيب، ومن بعد جامو راه ميري جا محمد، وديريكتور تكنيك وعراب، راك فاهم خويا صالح. اسمح لي بك صالح دقيقه، راني جاي دقيقه صالح، ميسي راني جاي صح، راني جاي عبد النور، راني كيما قهوه راني جاي صح، اسمحوا لي خوك. صح خويا. واش نقول لك صالح خويا، كيما سوريا حداد تعرف القوانين، وربع سنين وكلاسات تروازيام، عندها ميداي برونز صالح خويا في رياضة الجيدو في الأولمبيك تاع بيكين، تاع بيكين كلاسة تروازيام، وتعرف القوانين مادام هي صالح خويا من 2008 ل 2012، 2008 ل 2012 كاين 4 سنوات فور ياز صالح، نورمالمون تتعلم القوانين وتتعلم قوانين جديدة، قصدك تبدل القوانين جديد تتعلمهم صالح، باينين القوانين هادو تتعلمهم وكلش. بالنسبة لصالح خويا 4 سنين، والمدرب تاعها اللي صح دربها ما جاش معاها موسى احمد، المدرب اللي جا معاها سالم بوطبشه،
كان رياضي في المولودية، وكان كانوا خير منه ناس في في القمة في الوزن ديالو، كان خير منه، كان بضربة تاع اسبانيا نهار هرب بن يخلف وقندوز ما نساوهش، وايت يوسف اللي رجعوا هما اثنين بن يخلف وقندوز. ايت يوسف ما رجعش من اسبانيا، وكيما يقول لك صالح خويا علاش هادو رجعوا، شغل رجعوا بن يخلف عطاو له ان شونس، شغل سامحت له التأديب هذاك شغل مجلس التأديب سمح له، وقندوز ما عطاولوش لا شونس تاعو، كان خونا عطوش، كان بزاف كان اللي ما شغل زواليه فاهم صالح، فقارة زواليه. الرياضه هذه تاع الجيدو انا بديتها في عمري 5 سنوات، جميع رياضي تاع الجيدو بدا الرياضه هذه 5 سنوات في عمره، ورياضه الجيدو هذه صالح كيما يقول لك محقوره، كيما انا كنت في الحراش خويا صالح في الجي سياش، ما كانش ما عندك ان لي مابيط، كان المدرب تاعنا مصطفى بريزيدون في بريزيدون مصطفى مابيط، مدرب كان جمال ماب، كان حامد شعلال في الوقت، ومن بعد ولا جمال مابيط. احنا شكون تمولنا الجي سياش؟ بلديه صالح، بلديه فقيره، بلديه الحراش، كاين وقت صالح كيما معك حلال ارباح لا تعرفها، نعرف الكحله وكاين انا وليد الحراش نعرف الكحله في الانتصار سطات تاعهم، وصالح كان خويا واش نقول لك، كالي كبروا كالي كبروا نروحوا من نالطو صالح باش يشوفوها، كالي كبروا يلحق انجينيور ومن بعد دراهم ما كان صالح تجاه الرياضه ما فيهاش دراهم خويا صالح، كان غير الفوتبال اللي فيه دراهم خويا صالح، كالي كبروا خويا صالح يبدلوا يغيروا، مولودية عمرها ما خدمت صالح باش نقولها لك، مولودية دراهم تمولها سوناطراك تمولها سوناطراك، دوك يبروبوزيو كيما بن يخلف يبروبوزيو له دراهم، ابن يخلف ماذا به يروح المولودية باش كيما يقول لك يأهل يصوفي ديجا يسكن في حي شعبي بلا مونطا حي الجبل في بوروبا، سيد زعما زوالي متوضع كيما يقول رويبط هبلوه كريم ميريجا نهار كان محمد كان خوه خوه عمر يتسمى لازم عمر يبان، ودايرين وجيدوا البزنس صالح خويا، مام هذا اللي جا دوكا جمعة هدايا اللي جا كيف كيف تاع كباريات تاع شراب تاع ما على بالوش ما على بالهمش برياض الجيدو ما على بالهم. انا واحد كنت منتخب الوطني في كادي وجينيور نديرو سطاج في بوسعاده صالح، على بوسعاده ما يقول لك دراهم ما كاش، سقسينا توانسه اجنبيين يقول لك حنا نديرو سطاج في لاسويس نديرو سطاج في الاخر برياض الجيدو، محكو او بن عمادي بطل العالم نائب بطل العالم بطل العالم ماشي نائب بطل العالم برومو له دار وما عطاولوش دار، محقور تما نتايا باش تعاون الرياضي باش يزيد يجيب لك ميداليات وحدوخرين ويفرح لك يطلع لك يفرفر لك الاعلام تاع الجزائر، شغل انت تزيد تبريزيه صالح يشوف المستوى تاعو ويشوف قدام النهايه يقول لك انا علاش راني نونطريني باش غير الميداليه وما كاين والو من بعده، نونطريني نفسي مالا نروح ندير صلاتي حديد نونطريني وحدي نطلع للكور ديالي سلام، كيما يقول لك واش نقولوا لهم راح راح لباب جا ميريجا ومن بعد راح ميريجا زاد جا جمعه، كارثه كبيره، وكان اثنين مدارس باش ما نساوهمش، احسن مدرسه في الجزائر هي مدرسه الحراش في جيدو مازالها اليومين هذا خليفه بعد خليفه صالح، برج كيفان ثاني عندهم برج الكيفان معروفه في النساء في البنات، برج الكيفان معروفه في البنات عند السعود الشيخ السعود نقادرو ونعزو سان اربيت انترناسيونال شاف دي زاربيتين الجيريا نقادرو ونعزو، خرج ثاني كاين كاين اللي واعر 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 وحاس بروحه يقول لك انا ماتر وقدام النهايه، كاين العواد العواد انسان واعر وما يتعاشر صالح من اتحاد العاصمه علاش علاش ولادو ما يحبوهش تحبوش الناس تحبوه راك منرفي بالك ولادو ولادو ما يحبوه الناس قاعد تعرفوا كي تقول كلمه العواد يقولوا لك العواد العواد يقولوا لك على العواد، وكاين الناس كيما يقول لك صالح دي شامبيون في الجزائر ابطال الجزائر ابطال افريقيا ابطال العرب كيما يقول لك هربوا في الغربه راه كيما يقول لك هنا صالح شفت 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 زوج شفت زوج هنا يا في فرنسا كاين واحد بطل جزائر واحد انا نعرفه يخدم ماشي نهضروا بك على الحلويات مسكين باتيسري ماشي نهضروا بك على رياضه الجيدو ابو بيا بلال ما كاش ما يعرفوش كان النائب تاعو كان ابو عشاوي هو النائب تاعو او هنا يا راه في لندن عايش كان بزاف صالح كان خو ديليتور تاع
كاين ديك راه ما هذيك البلاد شغل يبريزيك ما يخليكش دير الرياضه. بالمناسبه خويا بما انك انت ما شاء الله يعني رياضي التواضع تاعك يعني متواضع، كاين الناس علاش الجزائري يحقر خويا الجزائري؟ انا باط نحكي لك هذه صارت لي يا صالح خويا، انا بطل عسكري ولي ما نسمحلوش طول حياتي ما نسمحلوش. انا كنت في الناحيه العسكريه الاولى صالح، بطل عسكري في قلمة في مدرسة قلمة للضباط، كلاسة بطل عسكري، ام جيدو تشامبيون مينيتر صالح باش يفهموها مليح. جو سوي ان شامبيون دالجيري مينيتر تاني في 2004 اللي حقرني المدرب جطو ما ننساهش. انا علاش حكرك خويا مين حكرني هذا جطو؟ ما بلاش هو مفتع جهويه بلاك جهويه من الاربع اكثر من جهويه شغل، هو ديجا جهوي هو تشوف وتشو ما نسمحلوش. انا جطو انا جطو لكون قاعد في البلاد نضربو نضربو ندير له عفسه في وتشو ما ينسى. انا كي حبي بريزيني بريزاني جطو هذا، ما انا من تما تبريزيت في 2005 صالح في 2005 لا تبريزيت من رياضه الجيدو، وليت نشوف الجيدو شغل نكرهو. وانا الجيدو هذا تربى سكن فيه لحمي، بديت صغير شغل كيما تروح للمدرسه كيما نروح للجيدو. انا ما نسمحلوش، كنت باطل عسكري كلاسي باطل عسكري، صرا لي مشكل مع هذا البطل العسكري قبل ما تكون يعني بطل الجزائر في قبل ما كي كنت باطل جاز كنت باطل جزائري سبع مرات سبع مرات خمس مرات خمس مرات ومن بعد وليت باطل عسكري الحمد لله صالح. ومن بعد صالح خويا هذا جطو ما نعرف انت جا هو بروبوزالي اللي ما نساهش حماد اجيدا شاف في قاعة بوزريها قال لي اذا جيت بالمناسبه مدني ماكش عسكري. انا كنت انا عسكري بصح ما كيما يقول لك ما تروح دير تحيه العالم تروح دير باش دير الرياضه ماشي عبان فاهم ماشي عسكري عسكر. حقرني صالح في 2005 كلاس بطل عسكري كان محقر حقرني بزاف، كان شغل جهاوي هو من المفتاح كان جهاوي كلاس بطل عسكري في قلمه كان في قلمه ولي صرالي مشكل مع ليوتون سهيل ما ننساش سهيل سفيان الملازم الاول. ومن بعد صرالي مشكل من قوه صرالي مشكل مع الملازم الاول هذا صرالي مشكل مع ما كاش اللي ما يعرفوش المقدم الكولون ليوتون كولونيل العواد كان قابض الناحيه العسكريه الاولى للرياضه كلها حكرني. علاش حكرك؟ علاش انا ما فهمتش انا على حكرني شغل جطو هذا تفاهم معاه ولا ما على باليش وكلاسيت كون ما كلاسيت ولا تقول ما لقيتش بلاصتي بالك نقولوا معليش. انا لقيت بلاصتي وكانت بلاصتي وبينت بلاصتي كلاسيت باطل عسكري صالح. بعد ما كلاسيت باطل عسكري واش داروا لي صالح؟ صرا لي كي صرا لي هذاك المشكل لبسوا لي الكومبا انا اللي اكتو فيها في 2005 في 2004 لبسوا لي الكومبا صالح خويا سيمينوف هذيك جامي شديتها يطلعوني للحراسه قال لك يولي حارس زدت شغل ريكلاميت وريكلام عليا المساعد الاول حماد ما ننساهش طول حياتي بارك الله فيه راه في التقاعد دوكا خذ التقاعد تاعو من الناحيه العسكريه الاولى الاولمبيك العسكريه معروف تاع بليده لبسوا لي كومبا وداروا لي ميزوروت كي ريكلاميت كيفاش انا رياضي وباطل عسكري داروا لي ميزوروت صالح ميزوروت هذه العوده الى مدرستيك بعثوني العسكر وليت بالكلاس صالح ونخدم وشنو قاريطه بيكي ونطلع للجبل نحوس انا تما تبريزيت من رياضه تجيدو صالح الرياضه هذه شغل ثاني فلان وفلان 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 كاين اشخاص راهم في الجزائر صالح كاين قندوز كاين عطوش دوكا ما بقاوش في الماضي نهار كان لبيب وكان ميريجا كان في 60 كيلو وشكون رباحي كان في 60 كيلو صالح رباحي 66 عمر ميريجا 73 يعقوب بن نوردين 81 سالم بوطبشه 90 كيلو كان مدح خالد موان 100 كيلو كان بولغون سامي بلوس 200 كان بوعيشاوي. نحكي لك هادي صالح خطرة في بومرداس جا في حرشة ولا بومرداس يعني مانيش ثابت مليح وما ننساش تاني واحد المدرب عاوني كثر خيره بزاف بزاف ونحبه يخدم في صونال كاز شريف الياس تاع الياسما ما ننساش خيره هذا. نكمل لك صالح جا العربي الياس من كندا مع بوعيشاوي مرمدو ما كاش بلاصة مع بوعي ما العربي الياس معروف سيد معروف دافيد دوي وضربه الله يبارك
الله يبارك انت واش موزن خويا مين واش موزن خويا موزن 81 دوكا راني الله يبارك اقل من 100 كيلو غرام دوكا صالح خويا عباك بلي الحكايه معك الحلات ربي يحفظك صح وانا نتمنى كاين رياضيين انا ثاني في البلاد او ايت يوسف هرب لهم في اسبانيا خاطش عليها كاين الحقره ويوسف هذا ايت يوسف لاباس به كاين احسن قلت لك مدرسه في الجزائر كاين الحراش والمراديه الرامه ما نساهمش كانت الحراش والرامه خويا مين هادو هما اللي كانوا وكانوا في البنات كانت مدرسه تاع السعود برج الكيفه بنقاطع خويا مين بيرامادي جا من فوردلو اسمح لي صالح كلامك عسل بيرامادي جا من فوردلو برج الكيفان عبد الرحمن وجا دخل شغل عائله كنا في الحراش حنا كاع ولاد الحراش دخل وندمج في هذيك العائله ندمج في هذيك العائله خويا صالح والحمد لله بعد كيما هذيك صالح خويا اندمج ولا بطل جزائر ومن بعد عيطوا له ومن بعد راح المولوديه راح مولوديه الجزائر حنا ثاني صار لنا مشكل في الحراش غلطه انا تاعي ثاني صار لنا مشكل في الحراش رحنا الله كامل سيدي محمد كان صالح بوشاور بريزيدون اوردين حركات وحميد شعلان استنى اونترينور ومن بعد داروا لحميد شعلان الكوديطا داروا له الكوديطا تاع شغل باش ينحوا خلاص جاب لهم لي زوطلات اللي يحبوه جا مداح جا عزون حسن ما نساوهش تاع تيزي وزو جاو تاني شغل ما حملوهاش كيفاه مولوديه كانت كلاسي برومي ولات لاكام كلاسي برومي على عندها احسن رياضيين قال لك حقره داروا له كوديطا تاني الحميد شعلان حاوزوه خلاص جاب الرياضيين هادو انا واحد صارت لي صرالي مشكل في لاكام في سيدي محمد هذه بعد ما قال ما هادي قبل قال ما وقبل قبل ما نتجه للعسكر صالح خويا صراحة وانا حطوني في الاوتونتيك في 2001 في 2001 عندي ارتيك في الاوتونتيك هضرت فيه سليمة سواكري هضر فيه مصطفى مابد وكنا شوف في الفئات صالح بيرجاما كادي جينيور دايما شكون اللي فينا صالح خويا اتحاد الحراش مرادية مرادية دائما فينال وتخرج احسن فينال صالح كرياضي يعني وش ورا الخلل هنا ورا الخلل كاين خلل الخلل من الفوق صالح الخلل من الفوق علاش كون يعاونوا الرياضيين ويسقسوا على الرياضيين والرياضي كيما هنايا هنا طنو سبورت 24 اور صالح 24 ساعه كون رياضي يجي يجيبوه من دارو ويعاود كي يكمل الرياضه تاعو يعاود يولي لدارو يرجع في طنو سبورت لدارو ما يصراش هذا الخلل صالح ويعاونوه يسقسوه على سيتياسيون تاعو كيفاش كدا كدا دي فوات واحد عنده مشاكل كان واحد صاحبي ما نذكرش اسمه عزيز عليا بزاف وليد حومتي وليد الحرار كان مليح في 73 73 كيلو 73 كيلو صالح هبل دوكا انا سقسيت عليه غير كيما انا خليته نورمال كي يكون في الجزائر سقسيت عليه غير كيما قالوا لي هبل شوكيت شوكيت كان ثاني صحراوي حاكم كان مليح خويا امين باه ما نطولوش على المشاهدين نعم خويا بارك الله فيك اللقاء يعني حلات مع اللقاء هذا لكن وكاين انا كيما يقول لك صالح كاين رويبط كريم يزيد يعطي لكم كاع المعلومات كي نروحوا نسجلوا معاه ان شاء الله كي تروح لفرنسا ان شاء الله تسجل معاه يعطيك كاع المعلومات يعرفهم مليح خاطر كبير عليا رويبط هذا وجميع حنا اللي كبير نقدروه فاهم صاحبي يعطيك كاع المعلومات انا نقول لهم حاجه ما بقاوش شو الجابون صالح خويا لي جابوني هاد العام كلاسا شامبيون دي مون المره الجايه ما يديش لي كلاسا شامبيون دي مون يعطيه شونس لواحد فرصه اخرى حنا دائما نشغل حنا دائما كيما بقات بكري كيما في وقت الباب ميريجا رباحي وعراء يعقوبي بوطبشا ومن بعد بقات في نفس هذا الشيء واش بقات بقات بين رمادي بن يخلف بقات في هذا المستوى بقات في هذا المستوى صالح يعطوش فرصه الاخرين يعطوش فرصه عطوا الفرصه الاخرون كاين لي اخرون كيما يقول ما شاء الله بالك انت في الشامبيونات الجزائري شغل كي يطلع مع بني خلف بني خلف سان في الشامبيون اولمبيك شغل والغاشي كاع مع بني خلف شغل يرهب بصح كي يطيح مع وحده وبني خلف وهذاك السيد بني خلف يعرف الخدمه تاع هذاك السيد والسيد هذاك يعرف الخدمه تاع بني خلف بصح كي يطيح مع واحد في بطوله واحده اخرى بطوله افريقيه ولا بطوله عربيه صالح خويا الاخر ما يعرف الاخر والاخر ما يعرف الاخر كي يدخل الاخر للقلب والاخر للقلب ويربحوا الجزائري معروفين الجزائر تجيدو معروفه على مستوى افريقيا ومعروفه على مستوى العرب كلام صالح بارك الله فيكم شونس واش نقول لهم خويا امين
انا اخويا بارك الله فيك. اسمح لي نعاودوا ان شاء الله هذا الموضوع حساس يا اخويا. علاش الجزائري يحقر خوه الجزائري؟ معروفة من بكري هذه الجزائري يحقر الخوه الجزائري، مام هنا في الجالية في الغربة الجزائري يحقر خوه الجزائري. علاش علاش علاش؟ ما فهمناش الصالح، شغل الحرارة هذيك تاع الجزائري. خليت وجهه واحد يشوف فيه واحد وجهه كذا يحقروا بالوجه. يحقر أي حاجة باينة صالح، الجزائري يحقر الجزائري ويبقى الجزائريين يحقروا الجزائريين، ما فهمناهاش خويا، نمام نديروا اليد في اليد ونتعاونوا ونرفدوا وما نغزروش برك للفوتبال فوتبال فوتبال فوتبال، نشوفوا في الرياضي الرياضة الفردية. هذا واش نقول لك صالح، والسلام عليكم بارك الله فيكم، صحة عيدكم وصحة عيد كل أمة المسلمين صالح. صحة خويا أمين. السلام عليكم خويا أمين، يعطيك الصحة.